من أجل تلك المناسبات تلعب كرة القدم، زي ما اللعيبة بكرة أمام فرصة تاريخية لكتابة مجد جديد وإضافة بطولة كبيرة لتاريخ النادي الأهلي. أنا متأكد أنه من اللحظة دي ويمكن من قبل كده بشوية جماهير النادي الأهلي كلها في حالة تشوق لبداية المباراة، والأهم إن شاء الله تتويج باللقب، لأنه بالنسبة لنا كأهلوية ما بيفرقش معانا غير تحقيق الألقاب، وبإذن الله قادري. مواجهة ليست سهلة، مواجهة بالتأكيد صعبة بين اثنين من كبار الأندية الأفريقية، وخصوصا في السنوات الأخيرة الوداد والأهلي دايما في الخطوات أو المراحل الأخيرة من عمر المنافسة على البطولة. كلاكات تاني مرة، تقدر تقول فرصة كمان لرد الاعتبار. إزاي هيكون سيناريو المباراة؟ نقاط القوة والضعف هنحلل النهاردة، هنتكلم كرة أكتر عن توقعاتنا لسيناريو مباراة بكرة بإذن الله. خلونا نرحب بضيوفنا في السادسة، بلال محسن وأحمد مصطفى الثنائي المتألق دائما. مساء الخير. مساء النور طبعا استاذ احمد، واهلا بحضرتك واهلا بكل الساده المشاهدين، ويا رب ان شاء الله تبقى خطوه خير ان شاء الله بكره باذن الله، نقدر من خلالها ان احنا نحسم الامور مبكرا في مباراه الذهاب، وما نحتاجش ان احنا تبقى مباراه الاياب يعني الموضوع فيها على قد المباراه بس يعني ان شاء الله. هناخد منكم كود بتاع الفوز المريح بكره ان شاء الله. يا رب ان شاء الله باذن الله. مساء الخير يا احمد. مساء النور يا احمد، ودايما بنبقى مبسوطين احنا معاك، وطبعا مساء النور على جميع المشاهدين، وال دايما بنستمتع يعني واحنا موجودين معاكم وهم بيتفرجوا علينا. بذكريات اخر لقاء بين الاهلي والوداد في استاد القاهره، نستعد للقاء بكره. يعني احنا اتحرمنا من مباراه القاهره السنه اللي فاتت بالظبط، واعتقد انها ممكن وبالتاكيد كانت هتكون فارقه في نتيجه او في مسار اللقب، لكن في جميع الاحوال نتوقع ان شاء الله الاهلي بكره يقدم عرض كبير. خلينا نبدا بمباراه بكره. بدايه شايفين مرحله ما قبل المباراه، ناخد تقييم سريع كده سواء للاهلي او الوداد في المرحلة الأخيرة أو في الفترة الأخيرة قبل الوصول لمباراة الذهاب اللي هتنطلق بكرة إن شاء الله. بلال، يعني يمكن في البدايه عايزين نقول ان الفرقتين حظوظهم متساويه تماما في اعتبارات كل مدير فني، يعني كل مدير فني عارف ان هو نسبه فوزه بالبطوله 50 ونسبه فوز المدير الفني الثاني ايضا 50%. فالمباراه على ارض الملعب هتقام بين ناديين كبار، ناديين قدروا يتخطوا كل الادوار في البطوله لحد ما وصلوا للدور النهائي، وهو الدور الحاسم البطوله او المباراه الحاسمه. كل مدرب وكل فريق هيحاول يستغل المباراه اللي هتلعب على ارضه. في ناس بتشوف ان اللقاء الاول لما يكون على ارضك دي حاجه مش كويسه، والاحسن ان يكون لقاء الحسم في على ملعبك، وفي ناس تانية بتشوف ان ميزه للفريق اللي بيلعب المباراه الاولى على ارضه انه يحسم الامور مبكرا بالفوز، ويعني يعمل نتيجه مطمئنه الى حد ما تخليه ما يحتاجش قوي لمباراه العوده. ده السيناريو الاقرب لمارسيل كولر. انت عديت بالسيناريوهين، عديت في السيناريو ده مع الرجاء، وعديت بالسيناريو ده مع الترجي، وفي الحالتين قدرت انك انت تعمل نتيجه ايجابيه. بالظبط، يعني السيناريو ده او السيناريو ده خدموا النادي الاهلي بالظبط، سواء في الرجاء او في الترجي. احنا مرينا بالسيناريوهين خلال الادوار السابقه من البطوله، وده يخدم النادي الاهلي قوي، خاصه سيناريو لقاء الرجاء لانه هو تقريبا مشابه لكل شيء. يعني حتى على ارض الملعب الرجاء والوداد لما تقابلوا في اخر مباراه اتعادلوا 2-2، وكانت المباراه بين الفريقين متكافئه جدا. فانت قابلت المنافس او الخصم التقليدي للوداد وقدرت تتعامل معاه جيدا جدا، سواء في لقاء القاهره والتغلب بنتيجه 2-0 او في لقاء العوده والتامين الدفاعي والشكل المنظم اللي كان عليه النادي الاهلي، وقدر يخرج من المباراه بتعادل سلبي، وهي النتيجه اللي خدمت النادي الاهلي وصعدته. فالنادي الاهلي انا اعتقد ان في دراسته وتحضيره للمباراه هيستعين جدا 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 بسيناريو لقاء الرجاء في الذهاب، وهيحاول يطبقه او يطبق على قد ما يقدر منه في لقاء الوداد هنا. اما نخش في الشغل الفني هنتكلم ليه سيناريو المباراه غدا هيبقى مطابق لسيناريو لقاء الرجاء. قبل ما اروح لفتره الاستعداد، انا يهمني جدا فتره استعداد الفرقتين، لانه بالتاكيد ليها تاثير، وممكن من خلالها تقرا فاندر بروك بيفكر ازاي، مستر كولر بيفكر ازاي بلقاء بكره. عايز اسالك على تاهل، يمكن الاهلي فاز او يعني خد بطاقه التاهل المباراه النهائيه باريحيه كبيره، وخليني اقول بمنتهى السهوله، فوز عريض في تونس على الترجي، ثم كانت نتيجه متوقعه طبعا انك انت بالتاكيد تاكد فوزك وجدارتك هنا في القاهره، فالنتيجه كانت تقريبا شبه محسومه. القصه هناك مختلفه تماما، القصه هناك انه الوداد بيبدا على ارضه فبيتعادل 0-0، فكل الاراء وكل الخبراء وكل المحللين والصن داونز كان بيلعب ناقص كمان وصن داونز كان بيلعب ناقص، وكل الخبراء قال لك المواجهه حسمت قبل ما نروح لجنوب افريقيا، ويبدو انه حتى لعيبه صن داونز والجهاز الفني لصن داونز كانوا يعني شايفين ان هم كمان النتيجه حسمت وان هم وصلوا النهائي. فبالتالي راح الوداد هناك
قدر يتفوق على واحد من افضل فرق القاره ويحقق نتيجه ايجابيه تؤهله للنهائي. هل شايف انه الدفعه المعنويه دي، جرعه الثقه اللي خدها الوداد من تفوقه على سان داونز، هيكون ليها تاثير وهو بيلعب مع الاهلي في مباراه النهائي؟ طبعا هو هيكون ليها تاثير، بس طبعا مع قدام النادي الاهلي لازم تبقى الموضوع مختلف، لان النادي الاهلي طبعا فريق كبير وفريق النادي الوداد المغربي عامل له الف حساب، لكن الدفعه ديت بتوصلنا لحاجه مهمه جدا، او العوده اللي هم عملوها في ملعب جنوب افريقيا في سان داونز وصلنا ان شخصيه البطل موجوده عند الوداد المغربي، ودي تقريبا اتكلمنا فيها في بدايه دور المجموعات، اتكلمنا ان حتى الوداد بيمر وهو في المستوى اللي في بدايه الدور كان سيء جدا، ما كانش بالمستوى الكبير اللي قدمه في مباراه العوده امام سان داونز، لكن شخصيه البطل تبقى دايما واثق فيها، وهم هنا هو والنادي الاهلي عندهم الحته دي مع بعض، اعتقد ان هم شخصيه البطل موجوده في الفرقتين. لكن الوداد المغربي انا بشوف ان بالرغم الدفعه الكبيره جدا اللي ما كانتش متوقعه تماما لاي كان حد بيتفرج على مباراه الذهاب، سان داونز بيلعب ناقص تماما وكمان كان متفوق، يعني كان بيلعب على بره ملعبه وكان متفوق على فريق الوداد المغربي، فكله كان متوقع ان مباراه العوده طبعا تبقى محسوبه لفريق سان داونز. الوداد المغربي فاجئنا، مش عشان كمان هو تعادل واخد بطاقه التاهل، لا عشان الوداد المغربي كان عنده حاجه مهمه جدا عملها، قدر يرجع يعني في عز ما سان داونز كان متفوق قدر يرجع على الوداد المغربي مره واثنين. دي لقطات الجايه لنا التمرين دلوقتي تمرين النادي الاهلي على ارضيه ملعب استاد القاهره. محمد هاني طبعا، وكان في الكادر اللي قبل ده كان حمدي فتحي، ودي اخبار ساره طبعا لجمهور النادي الاهلي انه يا رب ان شاء الله يلحق ويتمكن من اللقاء، من قود اللقاء. فبتكلم ان الوداد المغربي انا بشوف ان هو طبعا النادي الاهلي بالنسبه له طبعا مش عايز اقول ان هو اقوى فريق في داخل قاره افريقيا، فاعتقد عامل له الف حساب، خاصه بيجي يلعب قدام جمهوره والساعه الكامله دي حاجه مهمه جدا للنادي الاهلي طبعا. وبشوف ان الوداد المغربي اعتقد هيلاعب النادي الاهلي بنفس الطريقه اللي لعب بيها سان داونز في مباراه العوده. صحيح. أنا بس عايز يعني أنا فخور قوي باستاد القاهرة، يعني بشوف الاستاد الحقيقة وفي في حالة أيوة بالظبط، الحالة دي أعصاب ريلاكس في بالظبط مهمة جدا، في ثقة إن شاء الله بإذن الله يعني تنعكس ونشوفها بكرة في الملعب. بس خليني أقول لاستاد القاهرة يعني إن كان ليا إن أنا أبدي رأي، استاد القاهرة حاجة الوحيدة اللي تنقصه عشان يكون استاد عالمي، واحد من أهم الاستادات في العالم كله، هي منظومة إضاءة حديثة. يعني لو فكرنا أن احنا نستثمر في الاستاد ده أو نطور في الاستاد ده، بالتالي أول حاجة أو الملف اللي يكون ليه الأولوية هي منظومة الإضاءة الحديثة اللي بقينا بنشوفها تقريبا في كل ملاعب أوروبا، اللي ما بقتش بتعتمد بشكل أساسي على فكرة الأبراج. أعتقد أن الصورة كمان كواليتي الصورة وجمال الاستاد هيبان بشكل مختلف تماما، فأتمنى إن شاء الله. تعليقا على النقطة دي، يمكن الموضوع ده بيظهر جامد جدا في الدقيقة 74 دايما، لما بيضيء الجمهور، لما بيكون الساعة الكاملة الاستاد وبيضيء الجمهور الفلاش بتاع الموبايل بتبان الإضاءة بصورة تانية خالص، فدي فعلا ملاحظة مهمة نتمنى إن هي إن هم ياخدوها في الاعتبار يعني. صحيح. طيب مشوار الوداد الى حد ما يبين انه كان في حاله تعثر، يعني فوزه على سيمبا كان بدايه من الادوار الاقصائيه، وحتى نتائجه في دور مجموعات هنستعرضها معاكم، بس انا خليني اتكلم على الادوار الاقصائيه لانها دايما ما بيبقاش فيها فرصه للتعويض، فالفريق بيلعب بكل تقل. انت في دور المجموعات ممكن شويه تبقى عارف انك انت قادر تحسم لقاءات، بعد كده في لقاءات هتبقى في ارضك، فاللقاءات اللي بره يعني حتى منتلي ذهنيا او عقليا في الباك مايند عند اللعيبه بيبقى التفكير كده، لكن في الادوار الاقصائيه انت عارف لو خسرت باي باي بالظبط، فمفترض ان كل فرقه تنزل بتقلها. مشوار الوداد في الادوار الاقصائيه مع سيمبا وسان داونز تقدر تقول ولاده متعثر، يعني مفيش نقاش. مشوار الاهلي في الادوار الاقصائيه يعبر عن واحد من افضل فرق القاره والفوز باريحيه على اثنين من اكبر فرق رجاء وترجي، هل ده برضو ممكن يكون ليه تأثير معنويا على الأقل يا بلال قبل ماتش بكرة؟ يعني خلينا نقول إن مشوار الأهلي ومشوار الوداد كان مختلف شوية، يعني الأهلي بدأ بصورة ما كانتش أحسن حاجة في دور المجموعات وصعد في المباراة الأخيرة أمام الهلال عكس الوداد اللي كان ضامن الصعود. في المباراتين الإقصائيتين كان الوداد كان بيعاني شوية، حتى هو ده كان سبب رئيسي في إقالة جريدو أو رحيل جريدو، وهو كان بيلعب لعب يعني اللعب الرتيب العادي جدا، كان بيخاف زيادة عن اللازم، بيأمن خطوطه جدا،
بيستبعد الخبرات، يعني كان ابرز اللعيبه كان بيستبعد دايما محمد اوناجم، وكان بيستبعد زهير المترجي واحد من افضل اللاعبين، كان بيعتمد على لعيبه زي سيف بوهره، وكان بيعتمد في الناحيه الثانيه على بوسوفيان، كان مغير شكل الفريق تماما، كان بيلعب بلعيبه جه يعني. وده يمكن لما نيجي نتكلم عن التاثير اللي عمله فاندنبروك هنتكلم ان هو الوقت قليل او الوقت قصير، ولكن هو بصمته واضحه. يعني يمكن الراجل تولى تدريب الفريق حتى الان في 5 مباريات، قدر يفوز في 3 ويتعادل في 2. التعادل كان امام سان داونز، الوجه اللي ظهر عليه الوداد خاصه في مباراه العوده امام سان داونز يقول لك قد ايه بصمه فاندنبروك على فريق الوداد بصمه كبيره جدا. يمكن اللي ناس كتير ما تعرفوش ان جمهور الوداد اصلا كان بيطالب بقاله فتره بالتعاقد مع فاندنبروك. فاندنبروك كان ليه تجربه مع الجيش الملكي المغربي وقدر يفوز معاهم بكاس العرش، ورحل بعدها لتدريب ابها السعودي، وفي الوقت ده كان في مطالبات كبيره جدا من الجمهور الوداد بالتعاقد مع البلجيكي فاندنبروك. اللي عمله فاندنبروك في الاداء وفي الصوره مغاير تماما للي كان عليه الوداد مع جاريدو. يمكن شفنا ابرز لقاء الوداد وسيمبا في المغرب بالحضور الجماهيري الكبير، وكان سيمبا عامل مباراه واتكلمنا هنا عنها، كان عامل مباراه كبيره جدا، كان الاقرب بالظبط واضاع فرص خطيره جدا، ويمكن الوداد استغل خطا ساذج من حارس مرمى سيمبا وصعد او قدر ان هو يحرز هدف ويذهب لسيناريو ركلات الجزاء. صحيح الوداد استفاد من عامل الهدف خارج الارض بهدفين في مباراته امام سان داونز، ولكن يحسب للوداد ان هو قدر يجاري فريق كبير كان كل الفرق القاره بتعمل له حساب خاصه الموسم دوت وهو سان داونز، وقدر يخرج ببطاقه الصعود من بريتوريا طبعا ومن جنوب افريقيا. فالشكل اللي عليه الوداد حاليا شكل مغاير تماما، والدليل على كده رده الفعل في كل هدف احرزه سان داونز لما تقدم على الوداد في جنوب افريقيا كان ممكن ينهار اي فريق. صحيح. ينهار نفسيا وينهار بدنيا ويبدا سيناريو الخساره بنتيجه كبيره يسيطر على اللعيبه وعلى المدير الفني. ده السيناريو اللي يتمناه سان داونز في اي مواجهه بالظبط، يعني فكره انه يتقدم على ارضه في وسط جمهوره بالزبط. اكيد اي فريق هيندفع وهيسيب المساحات ورا اللي ممكن او اللي اكيد سان داونز واحد من افضل الفرق اللي بتجيد استغلال المساحات، وده احنا لازم نروح له في مباراتنا مع الوداد، والحاجات اللي لازم ندرسها ونقف عندها كويس جدا. رده الفعل بتاعه فريق الوداد، رده فعل الوداد مع فاندنبروك مختلفه تماما، حتى في مباريات الدوري مباراه الكاس قدر يفوز في مباراتين في الدوري، قدر يفوز على المغرب التطواني في المباراه الاخيره والدفاع الحسن الجديدي، وقدر كمان يفوز على شباب المحمديه 3 مباريات فاز فيهم فاندنبروك مع الوداد في مباراتين في الدوري ومباراه في الكاس، وقدر يتعادل مع سان داونز بالشكل اللي احنا قلنا عليه، وجه مغاير تماما، ردة فعل مختلفة وردة فعل كبيرة تحسب لفريق الوداد، وتبين ان فريق الوداد اصبح ليه شخصية كبيرة جدا على ارض الملعب امام الكبار. طيب هروح لمستر كولر، الرجل يعلم تماما انه اللقاء ده او اللقاءين دول هم اهم لقاءين على مستوى طبعاً. الموسم، وفي مواجهة مدير فني ليه خبرة افريقية، خد بالك انه الرجل ده اشتغل في افريقيا كتير. ومش بس اشتغل في افريقيا، انا عملت معاه حوار لما كان ماسك الجيش الملكي هنا في السادسه، ده حافظ الاهلي وواجه الاهلي بالمناسبه مع سيمبا وقدر يفوز على النادي الاهلي وعارف لاعبته وحافظ مفاتيح لعبه، يعني هو يمكن جديد في الوداد لكن مش جديد في افريقيا بالظبط، ويمكن جديد في الوداد لكن مش جديد على الاهلي ومش جديد على المغرب كمان واجواء المغرب على المغرب طبعا بالزبط. فبالتالي بالنسبه له من يراهن على انه في الوداد مدير فني جديد ده ما رهان خسران، هي دي القصة. ازاي هيفكر سفين فاندنبروك في مواجهة مارسيل كولر في مباراة الذهاب بداية يا احمد؟ وهل من الممكن او شايف انت من وجهة نظرك انه نتيجة بكرة قد تكون حاسمة، ولا في جميع الاحوال وايا كانت النتيجة ستحسم في مباراة العودة في كازابلانكا؟ لا طبعا هي مباراة العودة هي اللي هتحسم مين هيكسب البطولة او اللقب، لان بشوف ان المباراة ديت او المباراتين ده الشوط الاول في القاهرة والشوط الثاني هيتلعب في المغرب، واعتقد الشوط الثاني بتاع المغرب هيبقى صعب جدا. فاحنا لازم نحسم الموضوع صعب كله. صعب علينا ولا صعب عليهم؟ صعب على الاثنين. هو مفيش حاجه صعبه على النادي الاهلي طبعًا. مع مستر كولر انا بثق فيهم جدا، ان احنا شايفين مستر كولر مع النادي الاهلي كل مباراه في تصاعد كبير جدا لغايه لما وصلنا تقريبا اعلى فترات الفنيه للنادي الاهلي الفتره الاخيره. فشايف ان الشوط الاول لازم المباراه او انت تروح المغرب وانت مرتاح، سواء نتيجه حتى تروح اللعيبه تروح مرتاحه طبعا وعندها ثقه كبيره جدا. مفهوم او قريبين من فكر كولر، هسيبك تكلمني عنه، لكن ازاي بيفكر كمان فاندنبروك في اللقاء؟ هل جاي يلعب جيم دفاعي؟ هل هيلعب او هيكون هيكتفي بانه يكون رد الفعل، ولا متوقع انه رسم سيناريو المفاجاه للاهلي
في ملعبه على ملعبه في القاهره. ما اعتقدش ان هو هيهاجم النادي الاهلي على ملعبه، لان هو عارف اكيد ان هو حافظ النادي الاهلي تماما، لعب قدام الاهلي فعلا زي ما انت قلت احمد امام وهو كان ماسك سيمبا التنزاني، هيبقى عارف ان النادي الاهلي جاي متعطش جدا المكسب قدام جماهيره والساعه الكامله كلها، فاعتقد هو هيلعب بالطريقه اللي نفس لعب بيها قدام سان داونز في مباراه العوده 4-3-3، لان هو هيحاول يضيق المساحات على النادي الاهلي ويلعب دايما من نص ملعبه عشان يحاول يلعب على الهجمات المرتده ويخطف. وطبعا نقطه قوته نيجي نتكلم ده بالتفصيل فنيا، اهم نقطه قوه في فريق الوداد المغربي هي الكرات الثابته، وده اللي حصل في مباراه الهدفين سان داونز الهدفين ما كانوش كرات ثابته، بس في كره ثابته يعني الجون الثاني كره ثابته اللي هو حطها في نفسه، يمكن كره ثانيه الجون الثاني كره ثابته، بس هم ابتدوا تقول ان الاثنين يتفقوا في ان هم عرضيات بالظبط، يعني هم مميزين بالكرات الثابته العرضيات المتحركه يعني. الحاجتين دول فده احنا هنيجي نتكلم عليهم يعني فنيا بالتفصيل، في توفيق برضو فيها طبعا الاون جول يعني كان كواني تقريبا اللي حط الكره بالظبط، ده حاططها ولا اجمل راس حربه بصراحه يعني، حتى هو الكاميرا جت عليه كده تحس ان هو اتخض يعني صدم. فانا عايز اقول ان هم متميزين طبعا شمال افريقيا مميزين اصلا في الكرات العرضيه، لكن الوداد المغربي باين جدا ان هم اللعبه دي متمرنين عليها جدا لان عندهم يحيى عطيه الله ده مميز جدا في الكرات مميز جدا وبيلعب الكرات الثابته بنفس طريقه علي معلول. لو شفنا الهدف اللي احرزه النادي الاهلي في سان داونز في جنوب افريقيا بتاع علي معلول لما كان مستر فايلر ماسك النادي الاهلي، هم تقريبا نفس الاوفر بالظبط اترفع في الهدف الثاني في كرات الثابته، بس فعلا هو حطها في نفسه يعني. فبشوف ان يحيى عطيه الله مدرسه شمال افريقيا في الكرات الثابته والكرات العرضيه دايما طول من زمان يعني. يعني تونس والمغرب الحقيقه الاثنين مميزين جدا فيها طبعا، فانا بشوف ان طبعا ان هو هيضيق المساحات على النادي الاهلي جدا، لان مش هيحاول ما يديش مساحه للنادي الاهلي، ما اعتقدش ان هو هيقدر يهاجم النادي الاهلي تماما، لان هو لو فكر يعمل او يهاجم النادي الاهلي اعتقد المباراه هتحسب في الشوط الاولاني النادي الاهلي، وده طبعا يبقى ميزه لينا جدا، لكن هو من الذكاء بتاعه ان هو مش هيقدر يهاجم النادي الاهلي، خاصه ان هو بيلعب على ملعبه وعارف النادي الاهلي هينزل عايز يحقق نتيجه ايجابيه ونتيجه مطمنه لجماهيره، فاعتقد ان هو هيلعب بطريقه متوازنه لكن بتميل اكتر للدفاع وتدير مساحه على النادي الاهلي، وان هو يقفل مفاتيح اللعب اللي هو اعتقد مذاكرها كويس، وانا شايف ان هو من المدربين اللي بيذاكروا الخصم كويس جدا، لان سان داونز من الفرق اللي كانت دايما بتلعب من العمق وهو كان قافل العمق تماما. لان سان داونز اهم ميزه فيهم كانت العمق، هو ده عمل الموضوع ده مع فريق سان داونز. وسان داونز بمناسبه سان داونز الفرقتين اللي قدروا يوقفوا سان داونز هو الوداد المغربي والهلال السوداني. فدي من الحاجات اللي خلت ان المساحات اللي بيضيقوها على سان داونز والفريق اللي بتلعب كره زي النادي الاهلي وسان داونز اكتر حاجه تتعبهم ان هم يضيقوا المساحات عليهم. فبشوف ان دي الطريقه النسبه كبيره هيلعب بيها قدام النادي الاهلي. مستر كولر بالنسبه لي انا شايف ان هو هيلعب برده بطريقته المعتاده 4-3-3، ودي الطريقه اللي بقى له فتره كبيره بيلعب على الاهلي وناجحه تماما، لكن هنا هيتوقف حمدي فتحي هيكون متواجد ولا لا؟ لان حمدي فتحي من اللعيبه المهمه جدا في طريقه مستر كولر. احنا شايفين حمدي بيشارك في التمرين ويمكن ظهر في الشاشه من دقائق، لكن مدى جاهزيته؟ هل مستر كولر يفكر يبدا بيه يحط ورقه معاه على الدكه تحسبا ل يعني سير المباراه بشكل او باخر؟ دي قصه طبعا ما حدش يعني لازم ندخل في دماغ مستر كولر عشان نعرف بيفكر ازاي في نص الملعب، لكن تعالوا نقرا يمكن احمد قالت 4-3-3 هي الطريقه الاقرب لفكر وعقل مستر كولر بكره، خصوصا انها الطريقه اللي لعبنا بيها وقدمنا اقوى صح. عروض واحسن نتائج للاهلي في الفتره الاخيره. تعالوا نقرا قبل ما نتكلم على مفاتيح اللعب مواطن القوه في الفرقتين، ما هو مواطن الضعف او نقاط الضعف في فريق الوداد. تعالوا نقرا كده الطريقه والتشكيل الامثل للاهلي بكره. بلال، يعني يمكن التشكيل الامثل مارسيل كولر عودنا ان هو دايما ما بيلعبش في القوام الاساسي للفريق، طبعا اضطرار غياب محمد الشناوي ده غياب اضطراري، وعايزين نطمن الجمهور فيما يتعلق بمصطفى شوبير. احنا كان عندنا امير عبد الحميد في 2008 ما كانش بيشارك خالص، وقت هروب عصام الحضري شارك امير عبد الحميد وقدر النادي الاهلي في الموسم دوت يفوز على القطن الكاميروني يمكن في النهائي وحصد النادي الاهلي البطوله. عندنا يوسف مطيع نفسه حارس مرمى الوداد المغربي ليه قصه شهيره في 2019 لما اعتزل كره القدم ورجع بعدها ولعب في عده انديه مغربيه ثم انتقل للوداد وانضم لمنتخب المغرب من الاثنين اللاعبين المحليين اللي في قائمه منتخب المغرب بالمناسبه يوسف مطيع الحارس. فكل دي نماذج ملهمه تقول لك ان شاء الله مصطفى شوبير هيكون قد المسؤوليه في حاله مشاركته او في حاله مشاركه ان شاء الله علي لطفي. يمكن هم عندهم موهبه حراسه المرمى، تفرق بس خبرات الشناوي لانه شارك في مباريات كبيره، ولكن المواعيد الكبرى دايما بتكون
مناسبة جدا لميلاد النجوم الصغيرة في السن، وإن شاء الله يكون مصطفى شوبير على قد المسؤولية. طبعا خط الدفاع الحمد لله بيكتمل عندنا الرباعي علي معلول، محمد عبد المنعم. أعتقد أن مارسيل كولر هيميل في مباراة القاهرة للبدء بمحمود متولي على حساب ياسر إبراهيم، وهيعكسها في مباراة العودة. ده قراءة تخيلي لتفكير مارسيل كولر، ويمكن يفاجئنا ويمكن يفاجئنا بياسر. محمد هاني طبعا الثلاثي اللي وسط الملعب كده لا غنى عن أليو ديانج ومروان عطية. الثالث هيبقى في حالة تأكد جاهزية حمدي فتحي اللي بيعتمد عليه جدا 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 مارسيل كولر، أكتر من 50% من شغل مارسيل كولر الهجومي أصبح يعتمد على وجود حمدي فتحي اللي بيدخل كتاني لمنطقة الجزاء وبيشغل دايما المدافعين سواء بالتسجيل أو بالصناعة، أو إن هو زي ما حصل في مباراة إنبي اتلم عليه اثنين مدافعين فضل محمد شريف. بالظبط. في حالة عدم تأكد جاهزية حمدي هيكون البديل لحمدي فتحي هو عمرو السولية، وبالتالي هنا هتختلف الأدوار وهيختلف التوظيف وطريقة اللعب. على الطرفين طبعا هيبقى موجود على الطرف الشمال حسين الشحات اللي ليه مناسبة وليه ذكرى جيدة جدا مع يحيى عطية الله طبعاً. اللاعب الكويس جدا، احنا مش بنقلل منه، ولكن تفوق نفسي ومعنوي في لقطة الهدف اللي احرزه حسين طبعاً. الشحات واحد من اجمل اهداف حسين الشحات في مسيرته، واحد من اجمل اهداف الاهلي في مباراة الاهلي طبعا. كانت اللقطة الشهيرة بينه وبين يحيى عطية الله، فده هيدي باس من ديانج لحسين هدي عليها جدا، فده هيدي تفوق نفسي كبير جدا لحسين الشحات في المواجهات الفردية مع يحيى عطية الله. في الجانب الاخر بيرسي تاو اللي بيعيش واحدة من افضل بس الشحات هيلعب الناحية الثانية لان الشحات وقتها كان بيلعب جناح يمين. التوظيف الجديد لحسين الشحات وهو اللي راح، لانه في انا فاكر الهجمه دي كان الوداد ضاغط، فاللي قدر يرجع يغطي يحيى عطيه الله. بالمناسبه اللي هيلعب على حسين الشحات في الجهه اليمنى ايوب العلمود، لاعب جيد جدا 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 مفتاح. طب انا هتكلم على المواجهات الثنائيه، انت بتتفق على بيرسي تاو والشحات وكهرباء بالظبط. مصطفى طبعا طريقه اللعب المعتاده مع مستر كولر 4-3-3، هيلعب في حراسه المرمى يعني اعتقد سواء علي لطفي او مصطفى شوبير، يعني كلهم جادرين بحراسة مرمى النادي الأهلي، وإن شاء الله يعني يبقى يقدموا مباراة كبيرة. متفق مع بلال في التشكيل يعني، ولا في مراكز شايف إنها ممكن تبقى مختلفة أو يعني أسماء ممكن لا تبقى؟ هو تقريبا التشكيل المعتاد، بس ممكن يعني حتى محمود متولي أعتقد هو ممكن يبدأ فعلا في مباراة الذهاب، لأن هو يعني محمود متولي بيعتمد عليه في الكرات الطولية اللي خلف المدافعين، ودي عملها في مباراة اللي فاتت مع حسين الشحات. فأعتقد هو هيكررها تاني، إن دي أصلا باينه جدا ان هو بيتمرن عليه محمود متولي، ان هو عنده الميزه وعنده الامكانيه اللي هو يلعب الثرو باص الطويل ده بالمقاس للاعيب النادي الاهلي او للمهاجمين يعني. فالتشكيل المعتاد هو انا يعني مش اتفق مع بلال فيه. طيب اروح للوداد، وخصوصا النهارده يمكن نتاكد غياب عبد الله حيمود عن لعيب مهم جدا، اتمنى له السلامه مره ثانيه. طبعا لعيب مهم، واحد من اكثر اللعيبه المتالقه في الفتره الاخيره في الوداد. تشكيله الطريقه، وهل ممكن غياب عبد الله يفرض على زين فاندنبروك انه يلعب بطريقه مختلفه او اسم باسم او لاعب بلاعب؟ خلينا نقول ان اصلا عبد الله حيمود ما كانش بيشارك مع جاريدو، كان جلال الدين الدودي هو دايما المحور الارتكاز اللي بيعتمد عليه جاريدو مع يحيى جبران. فان اعتقد بعد تاكد غياب عبد الله الحيمود هيلجا فاندنبروك لجلال الدين الدودي اللي بيعمل دور مهم جدا، بينزل بيسقط كتالت بين الاثنين المدافعين، وبيتقدم يحيى جبران ويفتح ناحيه الجهه اليمنى علشان يسمح لايوب العلمود واحد من اهم وابرز مفاتيح لعب الوداد المغربي اللي بيتقدم وبيدخل زي حمدي فتحي ما بيعملها في النادي الاهلي، بيعملها ايوب العلمود مع الوداد، بيدخل داخل منطقه الجزاء بيجي من حته يعني يمكن المدافعين مش واخدين بالهم، وبيقدر انه يسجل من الكرات العرضيه المتحركه اللي مميز فيها جدا الوداد المغربي. فانا اعتقد ان جلال الدين الدودي هيكون هو البديل لعبد الله الحيمود. مفاتيح لعب الوداد معروفه طبعا، احنا عندنا في قلنا يوسف مطيح حارس مرمى جيد جدا وكان ليه دور كبير في صعود الوداد امام سيمبا وامام سان داونز. خط الدفاع طبعا ارسن زولا وامين ابو الفتح اثنين مميزين جدا، وان كان في شكوك حول مشاركه ارسن زولا ولكن يعني بنسبه كبيره هيشارك. عندنا حمزه ايت علال هو ده البديل، او عندنا امين فرحان ايضا بيشارك في مركز المساك في حاله تاكد غياب ارسن زولا. يحيى عطيه الله وايوب العلمود وسط الملعب بيعتمد على الارتكاز المهم جدا اللي عنده قوه بدنيه، واحد غالبا هو اكتر لاعب عامل تمريرات صحيحه في البطوله يحيى جبران، لاعب مهم جدا وشخصيه قياديه داخل الملعب يحيى جبران. امامه جلال الدودي ورضا الجعدي. رضا الجعدي لاعب مهم جدا في تشكيل الوداد وبيعتمد عليه بصوره كبيره جدا، اعاده يمكن فاندنبروك للتشكيل الاساسي لما تولى تدريب الوداد.
في الناحيه اليمنى طبعا محمد اوناجم اللي بيدخل وبيعمل التكمله كمهاجم تاني بجوار صامبو، وفي الجهه اليسرى بيبقى موجود طبعا زهير المترجي اللي احرز الهدفين، وزهير المترجي مميز جدا في التصويب على المرمى. هم عندهم لعيبه كتير مميزه الحقيقه، ولاعيبه كتيره مصدر خطوره. لو فكرت انك انت تشيل فرقه الوداد يعني توقف مواطن الخطوره فيها، مين اللعيبه اللي تفكر فيهم ومين اللي تكلفه بالمهام دي يا احمد؟ انا شايف ان اوناجم ده من اخطر اللعيبه الموجوده في الوداد المغربي. انا شايف ان اوناجم لعيب مميز جدا، واغلب الهجمات بتاعتهم لان هو مميز في الاوفرات بتاعتهم اللي هم بيعتمدوا عليها الكرات العرضيه، وشايف ان اوناجم من اي مكان في الملعب بيعمل الاوفر بتاعه، والاوفر بتاعه دايما بنسبه كبيره بيحرزوا منهم اهداف ان هم متميزين في الكرات العرضيه. فشايف ان علي معلول هيبقى ليه دور مهم جدا، لان اعتقد علي معلول طبعا بما انه ملعب استاد القاهره فاكيد هيبقى واخد واجبات هجوميه، فيضطر هنا تميل عليه لعيب من نص الملعب. اعتقد ان مروان عطيه هيبقى ليه دور مهم جدا في ايقاف محمد اوناجم. مروان عطيه عنده يعني شغل اكتر من رئه في ان هو يقدر يعمل الدور الهجومي والدور الدفاعي. فاعتقد ان هو هيميل بنسبه كبيره، مستر كولر هيميل مروان عطيه ناحيه اوناجم لان هو من اخطر اللعيبه جدا. يحيى جبران انا بشايف ان هو كابتن الفريق لعيب مميز جدا، بشوف ان يحيى عطيه الله ده انا بشوف بالنسبه لي لعيب خطر جدا جدا، لان هو غير ان هو متميز في الكرات العرضيه هو بيحط الكرات الثابته ولسه حاطط هدف. تعالوا ناخدها ثنائيات، كيف يتفوق الاهلي في الثنائيات حتى يتمكن بالتفوق بشكل جماعي؟ نبتدي، انت قريت مع او ابتدينا بمعلول واوناجم، زهير مترجي محمد هاني. زهير مترجي محمد هاني، يعني مين يتفوق؟ وازاي الاهم ازاي يتفوق؟ زهير مترجي لاعب عنده حلول وعنده مهارات محمد هاني، يعني خد بالك انت اغلب لاعبتك بكره المطلوب منها واجبين بالظبط في المقام الاول هجوميا، يعني انت كفه الهجوم بكره بالتاكيد اتقل من الدفاع بالزبط. ودي نقطه في صالحك وفي نفس الوقت نقطه في منتهى الخطوره، ازاي تامن فوز على الوداد وتمنع الوداد انه يستفيد برغبتك في اداء الادوار الهجوميه. فبالتالي هنا كل لعيب هيبقى ليه تكليفات بالتاكيد فيما يتعلق بالادوار الدفاعيه، ازاي تحد من خطوره الوداد، والاهم من ده ازاي تقوم بالادوار الهجوميه اللي رسمها لك مستر مارسيل كولر او الدور اللي هو مكلفك بانك انت تقوم بيه في الملعب. اعتقد محمد هاني هيبقى ليه واجبات دفاعيه، لان بيرسيتاو اصلا من اللعيبه اللي دايما بتبقى واخده واجبات هجوميه عاليه جدا عكس علي معلول ان هو دايما بياخد واجبات هجوميه، وحتى حسين الشحات دايما بيدخل لقلب الملعب او ساعات بيخش مهاجم تاني عشان يوسع لعلي معلول. فهنا هنضطر اللاعب من نص الملعب زي مروان عطيه او اليو دانج يمين ناحيه علي معلول عشان يغطي المساحات اللي وراه، لكن محمد هاني هنا بنسبه كبيره هيبقى ثابت، مش هيبقى يعمل نفس الهجوم الكبير جدا زي علي معلول. فده اعتقد ان هو هيقدر يوقف طبعا زهير مترجي، ويعني بشوف ان محمد هاني يعني الزياده الكبيره اللي احنا متخيلين انه يعملها غدا ان شاء الله مش هتبقى كبيره قوي، لان عندهم زهير مترجي ده لعيب خطير وعنده امكانيات كبيره جدا. وبس هو انا بشوف ان هو عنده مشكله كبيره ان هو حتى شفنا في مباراه الذهاب والعوده هو بيضيع كتير، يعني هو بيضيع كتير، ودي اعتقد ان شاء الله يفضل يضيع برده في ماتشنا يعني ان شاء الله. ما يوصلش خالص لا يضيع ولا ما يضيعش كده ان شاء الله. سامبو في مواجهه عبد المنعم، سامبو انا مش قادر اقيمه بصراحه، يعني دايما مهاجمين المحترفين الاجانب روس الحربه تحديدا، روس الحربه الافارقه اللي بيلعبوا في المغرب بيبقوا كواليتي بصراحه على اعلى مستوى، سامبو انا مش قادر تختار يعني فيه فعلا امسك تفاصيله، شايفه ازاي وايه اهم حاجه ايه اقوى حاجه عنده كراس حربه، وازاي متولي ومنعم لو ابتدوا يعني او ياسر ومنعم لو ابتدوا يقدروا يوقفوه او يمنعوا خطورته. يعني هو سامبو مسته ال وشبهه لي كبيرة يعني عارف في كده في روس حربة ليهم ستايل التحرك والتمركز. أنا أشبهه لك بمهاجم لعب في النادي الأهلي ولعب في الدوري المصري، أنا بشوف إن سامبو قريب جدا من ستايل لعب جون أنتوي يعني نفس طريقة اللعب تقريبا، هو مهاجم تارجت 9 داخل الصندوق بيعتمد دايما على التحجيز ان هو يقدر يستلم الكره يطلع عليه فريق الوداد في الهجمات او التحولات الهجوميه، مميز جدا في اللعب بالراس، مميز جدا في الكرات القريبه من المرمى، عنده القرار واحد على طول هو التصويب من اي حته داخل منطقه الجزاء، يعني بيلعب برجليه الاثنين وبيحب جدا ان هو ما بيفكرش، يعني الكره ممكن يحط الكره تلاقي الكره عجيبه تلعب بره خالص بعيده خالص، بس هو عنده القرار الاول دايما داخل منطقه الجزاء ان هو يحطها الجون تخدمه ساعات بتصفر عن اهداف، واوقات تانية الكوره خطورته جوه الصندوق بس خطورته جوه الصندوق وخارج الصندوق لما بيخرج وبيفضل محمد اوناجم اللي بيدخل كمهاجم تاني في حاله تقدم ايوب العلمود اللي بيعمل الزياده اللي اتكلمنا عليها، لان ايوب العلمود مفتاح لعب مهم جدا. تمام هنيجي ده سامبو، خلينا في سامبو بس. تمام. مهاري لا
في الواحد مهاجم. لواحد لا ما يخوفكش انا سريع. اعتقد لا ومش سريع برضه مش يعني هو لاعب الكواليتي بتاعه زي ما قلت لك كلاسيكي مهاجم رقم 9 عنده الصندوق. مميزات جوه الصندوق ولما بيخرج بره الصندوق بيقدر يشتغل كمحطه للتحضير للي جاي من الخلف وممكن يعمل كمان التمريره في عمق او في خط دفاع طيب. الفريق عشان اروح للحالات انا هقارن نص ملعب بنص ملعب يعني مش هاخدها اسم باسم خلينا نقارن نص ملعب النادي الاهلي ويمكن واحد من مش بس السيزون ده واحد من اقوى خطوط نص ملعب على مستوى قاره افريقيا واذا كان في فضل الخط الحقيقه في تطور مستوى النادي الاهلي وقدراته في الفتره الاخيره دفاعيا وهجوميا هنتكلم عن طفره في ارقام الاهلي يا جماعه السنه دي في طفره على مستوى الارقام هجوميا ودفاعيا انا بشوف ده يحسب في المقام الاول لخط النص طبعا ده مش تقليل من خط ظهر النادي الاهلي اللي عامل شغل عالمي طبعا ومش تقليل من قدرات خط الاهلي الهجومي عموما ايا كان الاسماء اللي بتلعب فيه لكن بشوف انه يعني التقل كله جاي عندنا في نص الملعب خط نص الاهلي في مواجهه خط نص فريق الوداد يا احمد لا طبعا زي ما انت بتقول يا احمد خط نص الاهلي يتفوق على خط نص الوداد برغم ان قوه الفريق الوداد المغربي في خط نص لكن الوداد الاهلي بيمر كل اللعيبه في نص الملعب سواء اليو ديانج ومروان عطيه والسوليه بيمر بافضل فتراتهم الفنيه حتى بوجود حمدي فتحي ان شاء الله لو كان موجود في مباراه وجاهز 100% فاعتقد اتمنى انه حمدي بكره يكون جاهز يعني حمدي في مهم جدا الأخيرة في طريقه لعب مستر كولر بالظبط وقادر يصنع فارق يعني يهمني جدا الملعب لان كل لعيبه الاهلي كويس تقدرش تقول ان اي اسم في خط النص النادي الاهلي لعيب مش كويس لكن حمدي في الفتره الاخيره فايق قوي ما شاء الله كان وبيعمل الدور المهاجم الوهمي اللي مستر كولر بيطلبه منه صحيح يعني اعتقد هو افضل واحد قدم الدور ده يعني برغم ان السوليه طبعا ما ننساش ان السوليه يعني رجل النهائيات عشان برضه فاهمين الناس برضه تعرف ان السوليه ده لعيب كبير جدا في فال حلو ان حمدي في فال حسن ايه بقى؟ انه الثنائيه السيتي كسب اليونايتد خازر السيتي فدي تاني بطوله شوف طول ما السيتي طريقه سالك انا حاسس كده ان الاهلي طريقه سالك ان شاء الله كده. مبروك طبعا ان شاء الله كبير اوروبا وكبير افريقيا إن شاء الله. النتيجه الطبيعيه انا بحب الكره لما نتقابل في كاس العالم للانديه لما الكره تبتسم انا بحب الكره تبقى عادله بصراحه يعني لا هو السيتي السنه دي بصراحه يعني غير اي موسم وجوارديولا الموسم ده واقعي جدا 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 ودي سر الفوز بالبطولات مع طبعا الحفاظ على الشكل الجمالي في او خد بالك انه مش هالاند يعني عشان منظومة يعني هو هالاند طبعا اكيد طبعا كان جزء من بازل يعني مفتقد زي ما انت كنت في فتره من الفترات تتكلم عن انه الاهلي محتاج شكل صح. الدور بتاع هالاند سيبك من الاسماء صح. الدور بتاع راس الحربه اللي قادر بيه ويجيب هالاند مع السيتي هو حد يقدر يقول ان خيسوس مثلا ما كانش هو راح الارسنال كان بالمناسبه بقى يعني بالمناسبه احنا عايزين نقول ان دي جزء كبير جدا من واقعيه جوارديولا هذا الموسم وسماعه للاراء اللي طلبت ان جوارديولا لازم ينصاع للراي اللي بيقول ان لازم يكون معاك مهاجم رقم 9 جوارديولا خد نهائي دوري ابطال اوروبا وعنده على الدكه اثنين مهاجمين رقم 9 اجويرو وخيسوس وما استخدمش واحد فيهم صحيح فجوارديولا السنه دي واقعي جدا انصاع للانتقادات قدر يستفاد من الاراء اللي كانت لا في ناس كتير بتقول لك انه هالاند هو اللي وصل السيتي للشكل لا لا طبعا لا يعني طبعا دور. يبقى كلام ليه دور طبعا مهم جزء جدا جزء من الكل وكمل حاجه كانت ممكن يبقى واستفاد من اللي حواليه واضحه قوي واستفاد من اللي حواليه ولو ما كانش هالاند في السيتي ما كانش قدر يعمل الشغل اللي هو عمله بس خلي بالك يا بلال هو جوارديولا مش من المدربين اللي بينصعوا للجماهير خالص يعني هو جوارديولا اصلا مدرب يعني كتر ما هو يعني مبدع في كره القدم هو دايما بيدي له افكار هو الوحيد اللي بيفكر فيها على فكره الافكار بتاعته دي احيانا بتنجح كتير جدا لكن هي ممكن تخونه احيانا انت بتبقى كمدرب ترسم سيناريو على فكره في الكوره بترسم سيناريو ممكن السيناريو يخونك هو رسم سيناريو ان هو يلعب من غير مهاجم في المباراه دي أو طبعا ممكن انت بعد المباراه بتشوف لو كان نجحت الفكره دي كنا نطلع نتكلم ان هو ازاي عمل كده عبقري زي فكره ستونز فهي الفكره بالظبط انا عايز اقول بالظبط فكره ستونز دي انا قعدت في الملعب يعني فكره مهمه جدا فتخيل انت بقى دي لو كان مثلا لا قدر الله حصل تيجي عكس هي دي في الكوره هي دي حلاوه ومتعه الكوره انما هو لا هو كان ممكن انا بشوف ان هو عبقري هو كان في حاجه اكيد شايفها لكن هو مش مقتنع باجويرو وخصوص مستحيل هو عارف قيمتهم كويس جدا لكن هو بيرسم سيناريوهات السيناريو ساعات لا ينجح قوي ويبقى عبقري لا يفشل نقدر نقول لكن هو من السيناريوهات السابقه بالظبط يعني. لكن هو من نوع المدربين انا بشوف ان هم يعني المدربين الجماهير بالنسبه لهم ما بينصعش صحيح نرجع نرجع لمرجوعنا نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالسيتي وعندنا مواجهه مهمه بكره احنا عايزين بس كنت عايز اتكلم سريعا ده اسبوع الحسم هذا الاسبوع هو اسبوع الحسم احنا زي النهارده كده زي النهارده ان شاء الله نهائي تشامبيونز ليج سيتي وانتر
بعدها على طول ثاني يوم نهائي بطوله تشامبيونز ليج، وعندنا نهائي كاس العالم عندنا كمان نهائي كاس العالم، ثلاث احداث كبرى مهمه. نهائي كاس العالم للشباب لو عدينا بسرعه كده في الجزء المتعلق بخط النص. احنا عندنا اكتر اثنين. انت احنا قلنا يعني الاقرب ان شاء الله لو جاهز هيبقى ديانج حمدي ومروان، مروان او ديانج ومروان والسولية. الناحيه الثانيه هيبقى قدوسي وقفشه، مش ماتشهم من البدايه صح مع كولر لا. بتفكير كولر لا. الناحيه الثانيه يحيى جبران ورضا الجعدي، مفيش مساحات للمفاجاه في الماتش ده. لا مع كولر برضو لا، هو واقعي جدا ومايل لتثبيت التشكيل. لا هو كولر ملك المفاجآت، لكن المباراه دي مفيش مساحه فعلا مفيش يعني الموضوع مش هيخدمك. طيب. لو غامرت الكفه الثانيه احنا بس نتكلم سريعا ان وسط الملعب هيتواجد فيه اعلى اثنين ممرر عندهم نسبه تمرير في البطوله، جبران يحيى طبعا. جبران رقم جبران واحد، ياتي بعديه على طول مروان عطيه، برغم ان مروان ما شاركش كتير في البطوله لكن قدر يوصل لرقم قريب من رقم يحيى جبران في التمرير. رضا الجعدي مميز جدا، وعندنا قلنا جلال الدين داودي هيبقى الثاني يعوض غياب الحيمود. الناحيه الثانيه عندنا اليو ديانج وحمدي فتحي في حاله مشاركتهم. التحول الهجومي للنادي الاهلي مع الثلاثي اللي زي ما حضرتك قلت كده، وعلى فكره بالمناسبه مش عيب ان احنا نقول ان خط الوسط دايما، احنا اتعلمنا في الكوره ان اللي بيمتلك خط الوسط بيمتلك المباراه من زمان. يعني احنا كنا نسمع المعلقين القدامى يقول لك اللي بيمتلك خط الوسط بيمتلك المباراه. فالنادي الاهلي عن طريق الثلاثي، الترحيل اللي بيعمله مروان عطيه في ظهر علي معلول اللي بيرحل ك ك ك ك كجناح مش كباك وبينزل بيسقط مكانه مروان عطيه، وبيدخل حسين الشحات لقلب الملعب زي ما حصلت في مباراه سيراميكا واحرز هدف. ده احد التحولات. الناحيه الثانيه اليو ديانج بيرحل كجناح كمكان محمد هاني بيكمل كجناح، وبيدخل بيرسي تاو للقلب، ودي شفناها حصلت كذا مره. العرضيات اللي بيعملها علي معلول لما بيتقدم او محمد هاني هيعملها على حمدي فتحي مش على كهربا. هو بيلعب على حمدي فتحي علشان حمدي فتحي مميز في الضربات الراسيه، او يستفاد منها ان الدفاع يشتت بالخطا زي ما حصل في مباراه انبي ومباراه الزمالك ومباراه سموحه. كل الحاجات ديت قدر يستفاد من التواجد الهجومي لحمدي فتحي. فده التحولات اللي بيشتغل عليها مارسيل كولر مع الثلاثي. الناحيه الثانيه زي ما قلنا رضا الجعدي مميز جدا كلاعب عنده كوره وبيكمل داخل منطقه الجزاء. عندنا كمان جلال الدودي ويحيى جبران كورتهم عاليه جدا، فالسيناريو هيبقى معركه كبيره جدا على ارض الملعب. هنشوف ده يمكن لما نستعرض مع حضراتكم الحالات اللي مجهزينها. بس نروح بقى للنقطه الاهم، انت كل ده تحاول تسيطر عشان تحد من خطوره الوداد، وعشان تقدر تكون قادر توصل وتخلق او تحاصر الوداد في نص ملعبه وتخلق الفرص اللي تمكنك من التسجيل. ازاي يتعامل خط هجوم نادي الاهلي، بيرسي تاو، كهربا، الشحات اللي انتوا اتفقتوا ان هم ممكن يكونوا الاقرب للبدايه في مواجهه خط ظهر نادي الوداد ومن وراهم يوسف المطيع، وهي نقاط الضعف عندهم، وهي نقاط الضعف ايضا في حراسه المرمى عند يوسف المطيع. مصطفى طبعا بشوف ان اللامركزيه عند لعيبه النادي الاهلي هتبقى هي سلاح النادي الاهلي في المباراه دي. يعني اللامركزيه بيرسي تاو وكهربا وحسين الشحات دي مهمه جدا المباراه ديت، اعتقد كل يعني محتاجه تتلعب في يعني ايه انصاف الفرص. تمام. وجود كهربا ليه مهم جدا، ان كهربا من اللعيبه اللي بتعرف تتحرك طبعا في منطقه الجزاء، وعنده ميزه ان قلنا بنسجل دايما من انصاف الفرص المباريات الكبيره بيبقى متواجد فيها. فاللامركزيه ديت مهمه جدا للعيبه الخط الهجومي ولعيبه نص الملعب اللي بلال طبعا اتكلم عنهم. بشوف ان لامركزيه عمرو السوليه ومران عطيه مهمه جدا في المباراه دي، حتى في وجود حمدي فتحي مهمه جدا. هم عندهم مشكله واضحه جدا يعني في ماتش سيمبا، انا هتكلم على اخر ماتشين في دوري الابطال، ماتش سيمبا وماتش سان داونز، الثلاث اهداف اللي استقبلوهم تدل عن سوء شديد جدا التمركز. في التمركز عند خط الظهر. نشوفها في الحالات جدا لما نيجي نتكلم عن الحالات. طب يلا نشوف الحالات، تبدا الحالات يلا، يمكن الحالات واحنا بنتفرج عليها وبنسمع بلال واحمد توضح لينا هنا. طبعا دي نقاط القوه، نتكلم عن نقاط القوه الاول على فريق الوداد المغربي. ده الهدف الاول لفريق الوداد المغربي امام صن داونز في مباراه العوده. أيوة. بص طبعا بص هو المكان فين رفع منه اوفر من هو اللي حط الجول ده، كان لعيب نص ملعب اعتقد جاي من ورا، جاي من خلف. جاي من خلف بالظبط كده، فانا غير مراقب على الاطلاق، غير مراقب. وكمان بص اللاعب اللي رفع الكره طبعا رفعها منين، من بعد نص الملعب بشويه. نكمل الحاله اللي بعدها، ده الهدف الثاني برضه، كره ثابته، كره ثابته، بس كره ثابته خطر يعني، محطوطه في ارتفاع وقوه مقصوده. عايزين نقول حاجه في الحاله بتاعت الهدف الاول، مين بقى اللي احرز الهدف الاول للوداد المغربي؟ ايوب العلمود الباك رايت دخل وعمل التكمله، دخل تكمل لجوه زي ما بيعمل علي معلول بالظبط. ده الهدف الثاني،
هنا برضو بص كل دي كل دي ده طبعا مباراه الاخيره المغرب تطوان بس اخر مباراه ليهم. بص طبعا كل الخطوره منهم ده كورنر طبعا مرفوع من الكثافه الهجوميه. بص الاغلب الاوفرات دايما من عند مين؟ اونجم هو اللي بيرفع الكرات. واحد السادة. المغاربه ما بيرفعوش بلالين لا لا يعني لا لا خالص الموضوع مش يعني الكوره في حته معينه من جمال الاوفر مدافع صن داونز حطه في نفسه بالظبط. أيوة كده صح. فيها ثلاث معايير اساسيه. واحد مستوى قوه معين بحيث انه مش مطلوب من اللعيب اللي هيتعامل معاها غير ان هو يغير اتجاهه يعني مش مطلوب يحط فيها اي صح. قوه مش يوجه. مطلوب يتعزم هو بس بيغير اتجاهها فتبقى في مستوى قوه معين في ارتفاع منخفض الى حد كبير جدا. في قابليه هنا انها مش بس تبقى ادوار مطلوبه من المهاجمين لكن ممكن كمان المدافعين يبقى في سوء تعامل مع الكره فبالتالي تبقى فكره الحمد لله احنا عندنا علي معلول في الميزه ديت بيعمل نفس الاوفر بالطريقه دي على فكره فعلا صحيح. يعني والمكان السبوت اللي بتتوجه ليه الكره العرضيه تبقى دايما في منطقه الخطوره دايما في المنطقه اللي فيها كثافه عدديه واحد بتبقى صعبه جدا ارتفاعها وقوتها ومكانها على حارس المرمى وبالتالي اغلبهم ما بيفكروش ان هم يطلعوا يتعاملوا معاها. اتنين بتبقى سهل جدا في وجود الكثافه دي انه اي لاعب قريبه جدا من الجول فلو ما فيش دقه توجيه يعني لو اللاعب ما عندوش دقه توجيه قرب المسافه بين الكوره او مكان اللي بتوصل ليه الكوره وبين ثلاث خشبات باي حته هيحطها ممكن تروح بمنتهى السهوله. على فكره عايزين نقول حاجه ان زي ما نقطه قوه الوداد هي الكرات العرضيه كمان اكبر عيب عند الوداد ان الكرات العرضيه بيتضربوا جدا 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 في الكرات العرضيه. تقدر تسجل في مرمى الوداد بسهوله من العرضيات يعني زي ما هم عندهم نقطه قوه في المناطق الاماميه عندهم مشكله كبيره في المناطق الخلفيه عن طريق العرضيات وده احنا لازم نشتغل عليه النهارده واعتقد ان احنا نستفاد منه. احنا اتفقنا انه لا مركزيه في خط هجوم النادي الاهلي واحده من عوامل النجاح. الاختراق مع الوداد في وجود بيرسي تاو وحسين الشحات كهربا. وكهربا طبعا في القلب من الافضل يكون من الاطراف ولا من الافضل انه يبقى من العمق؟ انا شايف ان من الافضل من على الاطراف لان احنا نيجي نتكلم في الحالات هنكتشف ان في طبعا بقيه الحالات احنا شفنا مناطق مواطن القوه دي لسه من نقاط القوه. هنكمل برده اونجم بص ده كمان اونجم تاني برده بيرفع وهتلاقي برده خطوره تانية ايوب العلمود اونجم بيتحول لظهير وايوب العلمود الظهير بيدخل يكمل لداخل منطقه الجزاء تمام. هنكمل الحالات دي نوريك بس كميه بص هنا بقى نقف عند يحيى عطيه الله بص ده جاي من ناحيه الشمال لا ده متخصص الكرات الثابته القريبه دايما من منطقه الجزاء منطقه 18 هتلاقيه مميز جدا الكره ده يعلق ولا بيشوط لا ده هيشوطها في الجون انا بقول لك ده هتحرز هدف ده الجون الثاني لفريق الوداد المغربي ودي مش اول مره يعني ده خطر جدا الحيطه دي واقفه على بعد 10 ياردة بتهيألي الحته دي واقفه بعيد جدا في ازاي اصلا كمان الحته دي بعيده جدا ممكن يارده مثلا الـ القوه دي توقفنا هنا عند حاجه مهمه جدا يا احمد ايه هي ان احنا ما ينفعش نعمل اي فاولات قريبه من منطقه الجزاء ان فعلا هو متميز جدا في الكره في الكرات الثابته وهنا طبعا ديانج من اعتقد هو من يعني من اكتر اللعيبه اللي هو بيعمل دايما اخطاء في الحته دي وشفناه طبعا بالظبط فاحنا في غنى عنها لان طبعا هم خاطر في الحته دي هو برضو انت عارف عشان ما شاء الله ديانج قوه في قوه بدنيه كبيره جدا خد بالك الجسم ده لما يندفع بسرعه بيبقى الى حد كبير اي احتكاك بسيط جدا ما يعني كمان يجب الحذر يعني في عامل في حاجه مهمه جدا لازم نتفاداها في لقاء الذهاب والاياب عامه ونفتكرها كويس جدا التمريرات اللي بتطلع من الخلف عندنا التمريرات الخاطئه يمكن نفتكر هدف زوير المترجي الاول اللي فتح المباراه وانهى على معنى كان تمرير بالظبط كان تمرير فينيسيوس على طول اول ما قلت كده افتكرت فينيسيوس لا احنا عايزين نتكلم عن كانت الهدف بدايته كانت تمريره خاطئه من ياسر ابراهيم من المناطق الخلفيه استغلها على طول زوير المترجي سند وعدل وصوب تصويبه طبعا لا تصد ولا ترد فلازم نتفادى حاجتين زي ما احمد قال الفاولات اللي بتبقى حوالين منطقه الجزاء الحاجه الثانيه ان احنا ما نعملش تمريرات خاطئه وده يمكن عملناه كتير في مباراه الرجاء اللي كانت هنا في القاهره لازم نتفادى تماما المشكله على فكره صامبو ليه دور مهم جدا في الدور ده دايما بيضغط على المدافعين بقوه دي طبعا اعتقد ده مش فيه اهم ميزه فيه ان هو الضغط المرتفع اللي بيعملوه الوداد المغربي عشان يستغلوا اخطاء المنافس يعني فطبعا هنكمل الكره دي هتكمل ويبقى جول نكمل الحاله اللي بعدها انا عايز بسرعه الحالات عشان انا عايز اروح للسيناريو الربع ساعه الاولى لان اشوف انه ال 15 دي بص هنا بقى هتبقى مهمه جدا نقطه ضعف سريعا
ده نقطه ضعف. ده فريق سان داونز الثرو باص اتعمل بص خط مش اوفسايد طبعا شوف خط الخلف بتاع الوداد المغربي كله اتضرب طبعا كله اتضرب ومش اول مره. ده انا هجيب لك كذا حاله تبين ان انت بتتكلم على اساسا يعني في الكادر اللي قدامنا ده ارسن زولا و 1 2 3 4 5 ويحيى عطيه الله واقفين على الخط مع بعض ومع ذلك اتضربوا اتضربوا بسهوله جدا في باص. بص هنكمل بص نفس الكلام بالظبط. بص كام لاعب في الوداد المغربي 1 2 دفاع متقدم وبص ودايما كلهم في حاجه باصين على الكوره ايوه بالرغم. بص المهاجم بتاع سان داونز هيسرقهم ويروح برضه انفراد. الكره هتدخل جون على فكره وهيتلغي دي في مباراه الذهاب اللي اتلغت طبعا 0-0 في كازابلانكا بالظبط. الحاله اللي بعدها نفس الكلام برضه في المباراه الاخيره تماما نفس الحاله. بصوا كلهم بيبصوا هي دي نفس اللقطه دي يعني هنفتكرها كويس. اللقطه دي بص هم نفس كمان برضه سوء التمركز المهاجم بتاع الـ يعني انا متفق طبعا متفق مع بلال واحمد في قصه طبعا وكهربا يعني هو الاقرب للبدايه لو ان شاء الله جاهز وفت. لكن انا بشوف انه مع خط دفاع الوداد ده شريف ممكن يبقى ليه دور سرعته والتمركز. شريف واحد يعني شريف ذكي جدا 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 في انه في البوزيشن العشوائيه اللي عند كهربا في التحرك تخدم النادي الاهلي مع دفاع متقدم زي ده اكتر من لا انا ما اقصدش انه شريف يبدا انا اقصد انه شريف ليه دور ممكن مهم يبقى ليه دور مهم جدا لو شارك. لا انا شايف اللي هيبقى ليه دور بعد استعراض الحالات انا شايف ان اللي هيبقى ليه دور مهم جدا في التمرير هو بيرسي خاصة لحسين الشحات. حسين الشحات يعني حسين هيدخل للعمق كده ويلعب على ضرب مصيادة التسلل وبيرسي تاو هيبقى ممرر جيد جدا في مباراة زي دي بدخوله لمنطقة كهربا او سواء لكهربا او لحسين. هو بس كمان يعني تاو بيعملها حلوة مع حسين بيظبطها ومع كهربا على فكرة بالظبط يعني هو في المثلث ده بالظبط في وكهربا في لعيبة فاهمة بعضها في الملعب عشان يعني كده فعلا بيدوروا على بعض بالظبط. في بقى في انسجام كبير فعلا في المثلث الهجومي قدام بتاع النادي الاهلي صحيح. الوداد كمان عنده حاجة يا احمد. الوداد عنده الثلاثة اللي في وسط الملعب لعيبة كورة يعني سواء يحيى جبران او رضا جعدي ما بيفقدوش الكوره بسهوله او جلال الدودي الثلاثه وكان كمان عبد الله الحيمود اللي غاب الثلاثه لعيبه كوره. أيوة. فلما يكون عندك لعيب كوره بيحب يحتفظ بالكوره ويمرر كويس قوي سهل تضغط عليه وتغلطه. فالثلاثه انا اعتقد ان هم كمان ما بيأدوش الواجبات الدفاعيه بالشكل لذلك انت لو شفنا حالات كتير جدا للوداد المغربي هتجد ان فراغات كبيره جدا في وسط ملعب دي برده هنشتغل عليها عن طريق العمق تمام. الحاله اللي انا جبتها لك الاخيره دي يا احمد تبين ازاي الفريق الوداد المغربي اتضرب بالحاجه اللي النادي الاهلي عملها بالظبط وجايب نفس اللقطه. لو جبنا بس بقيه الحالات بتاعت النادي الاهلي نجيب الحالات بس هتلاقي في لقطه حسين الشحات في هدف بيراميدز لغايه لما يجهزوها يا احمد تمام. بشوف ان الوداد المغربي بيلعب على خط واحد فالفريق المغرب في اخر مباراه ليهم قدام المغرب تطواني في الدوري المغربي قدر يلعب الكره من ورا المدافعين بطريقه يعني طبعا مميزه. فاكر هدف حسين الشحات في بيراميدز الهدف الثاني وطبعا المهاجم الوهمي اللي هو حمدي فتحي قدر ساعتها يسرق المدافعين ويحرز الهدف ساعتها الثاني. طيب هل الحالات جاهزه معانا ممكن نكمل ربع ساعه يلا هنا سوء التمركز ده مباراة العودة دي مباراة العودة برضو يعني دي من ضمن نقطة الضعف طبعا سوء التمركز طبعا بتاع فريق الدفاع بتاع سان داونز. بص ده نص الملعب اصلا ما بيرجعش مفيش خالص بص يعني هتلاقي يحيى جبران فقط اللي بيكمل مع الرباعي الدفاعي بالظبط. الكرة اتلعبت طبعا لا هي الكرة دي الكرة الجون ده تحديدا في منتهى السذاجة السذاجة صريحة جدا تبين ان الدفاع المغربي الوداد المغربي الدفاع ضعيف جدا وعنده مشاكل كبيرة جدا نقطة ضعف كبيرة لازم نستغلها. نكمل الحلقة اللي بعدها ده طبعا الكرة الهدف الثاني. هنا بقى الضغط على فريق الوداد المغربي بالهدف الاول لسان داونز ودي حاجة مهمة جدا اعتقد ان مستر كورة هيعملها غدا ان هو هيضغط من الامام عن طريق عمرو السولية او حمدي فتحي او مروان عطية لان اكيد احنا بنتكلم على ست لاعبين من سان داونز في مواجهة ست لاعبين بالظبط من 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 الوداد في نص ملعب الوداد والكره مع الوداد المغربي. بص بقى المثلث اللي احنا بنتكلم عليه اهو. بص يحيى جبران ده راس المثلث ورضا الجعدي وكان معاهم كمان عبد الله الحيمود هم الثلاثه لعيبه كوره هتلاقيهم الثلاثه بيدوروا على بعض بالمناسبه لا هم الثلاثه لعيبه كوره باستحواذ الكوره عايزين يطلعوا بالكوره من تحت الضغط عليهم احرزوا الهدف الاول سان داونز بسهوله جدا يعني استغلوا خطا ودينا الضغط المرتفع اللي بكلم باص تصويبه بالظبط دخل بالظبط. نكمل الحاله اللي بعدها بص دي طبعا قطعت من نومينا وتحرز الهدف الاول. هنا بقى اهم نقطه قوه بالنسبه لي في فريق الوداد المغربي المفاجاه اللي هو اشوف ان هو لعب يعني اعتقد هو ما كانش متوقع ان هو يلعب الحارس الاساسي اصلا يوسف المطيع اعتقد صد كام كره في مباراه سان داونز وحتى في المباراه الاخيره
هنشوف ان ده حارس كبير. بس انا شايف ان عنده نقاط ضعف برضو. عنده نقاط ضعف لكن تقدر تسجل فيه يعني مش ياسين بونو مثلا. مش ياسين يعني لا مثلا يعني بونو اللي عمل مباراه طبعا كبيره جدا. سيبيا ما تعرفش ايه قصه اليوروبا ليج معاه. هم مشفرين البطوله سبعه. انا اتزعلت ولا نهائي. مش ولا نهائي صحيح. اول مره مورينو يخسر نهائي فزعلت عليه جدا. انا بحب روما عامه وزعلت قوي. بمناسبه يعني يوسف المطيع ياسين بونو عمل مباراه كبيره للتاريخ انقذ كرات يعني صعبه جدا. هو واحد من افضل حط نفسه ركلات الجزاء كمان. انا اعتقد ان هو هيفوز بجائزه افضل لاعب افريقي يعني هذا الموسم. يعني افضل لاعب في افريقيا يستحقها عن جداره. مركز رابع كاس العالم بطوله قاريه مع النادي ومؤثر في النتيجه هنا ومؤثر في النتيجه هنا. مع احترامنا لمحمد صلاح لا ياسين بونو يستحقها هذا العام يعني. بس الصده دي بتفكرني بصده بوفون في نهائي بطوله اوروبا مع امام اليوفنتوس. صده فيها رد فعل حارس كبير جدا يعني بس مش باين قوي لكن الكره دي بالظبط يعني كانت في السكس يارده المسافه جدا بين الكوره وبينه قريبه جدا. تستدعي ريفلكس ورشاقه ومرونه كبيره جدا عشان تقدر تتصدى للكره كبيره جدا. هنكمل الحل بعدها. على فكره الرشاقه والمرونه يا جماعه دي واحده من الحاجات اللي احنا بص الكره دي يا احمد يعني باين قد ايه. طبعا شلويلي لف لا استلم الكره بظهره. خليني بس انا عايز اقول لك حاجه ما اعرفش ده احساسي وجهه نظري الشخصيه وانتم ممكن ترد عليا. انا بحس ان جزء كبير جدا من هاجل الربع ساعه ده. انا هختم بالربع ساعه دي بس بحس بجزء كبير جدا من تفوق البرازيل في كره القدم على مستوى المنتخبات وعلى مستوى اللاعبين هي السامبا. السامبا بجد هم بيقولوا عليهم السامبا او عشان هم بلد سامبا بس هم استبدلوها بالتيكي تاكا بقى دلوقتي. هم عندهم السامبا. السامبا احنا اول ما بدانا كانت السامبا. ايوه الابديت بتاعها دلوقتي والتانجو بعد كده. التانجو وبعد كده التيكي تاكا مع جوارديولا. صحيح صحيح. طيب خليني ابدا بربع ساعه. انا الحقيقه بعيدا عن المواجهه الفنيه وفكره الاسماء او الطريقه او التشكيل او فكره الجهاز الفني انا في دفعه لو خدتها هتفرق معايا كتير قوي. دفعه اسمها استاد القاهره. دفعه اسمها 50,000 اهلاوي موجودين. دفعه اسمها النادي الاهلي زعيم افريقيا. بالزبط. اكيد مهما كانت الفرقه كبيره ومهما كانت عندها شخصيه البطل ومهما كانت عندها كل العناصر مكتمله يعني في افضل حالاتها وهي بتعدي بظروف زي دي في رهبه للبدايات. ازاي الاهلي يستغل اول ربع ساعه وهل شايفين انه من الحكمه انك تبدا لقاء زي نهائي دوري الابطال مع فريق الوداد بهدوء بواقعية ولا تنزل بتقلك في أول ربع ساعة وتحاول تخلص المباراة من أولها؟ طيب يمكن خلينا نقول ان يعني مش هنقول مش من سوء الحظ قوي ولكن الوداد المغربي متمرس على اللعب امام جمهور. يعني تقريبا كل مباريات الوداد المغربي في المغرب بتبقى بتقام بجمهور. فالوداد المغربي حتى لما شارك في لقاء صن داونز كان ملعب صن داونز مليان الساعه الكامله ومع ذلك الوداد ما كانش عنده جماهير الاهلي غير جماهير الرهبه. بالظبط. ما احنا بقى عايزين نوجه رساله لجمهور النادي الاهلي ان عايزين كلنا نبقى على قلب رجل واحد كلنا نتحد عشان هدف واحد بس ان انت تأدي دورك كمشجع خلف فريقك في اهم مباراه في الموسم. الفرحه الكبرى الطلعه بالزبط. مهمه جدا بالظبط. الخضه يعني والرهبه اللي بدايه مع صفاره الحكم زي ما اللعيبه هتنزل ده دور من ادوار الجمهور انك تمثل ضغط كبير على الخصم خاصه زي ما حضرتك بتقول في اول ربع ساعه تربك الحسابات. يعني لما انت تضغط جامد جدا والنادي الاهلي يسجل هدف مبكر انا اعتقد انه هيفرق كتير جدا. ولكن لازم يؤخذ في الاعتبار بصوره كبيره جدا ان احنا ما نستقبلش هدف على ملعبنا. لازم لحد بقى ما تتلغي قاعده الهدف خارج الملعب بهدفين لازم نفضل نحافظ على نظافه شباكنا. لازم خط الدفاع وخط الوسط يساعدوا حارس المرمى اللي هتبقى عنده شويه رهبه. يعني مش عايزين نقول ان هي مش مطلوبه ولكن هي واقعيا حارس مرمى داخل على نهائي افريقيا في الحضور الجمهوري لازم خط الدفاع وخط الوسط يشيلوا حارس المرمى شويه لحد ما يقف على رجله ورجله تتقل في الملعب. بعدها النادي الاهلي يبدا بالسيناريو اللي رسمه مارسيل كولر. فانت لو سالتني عن اول ربع ساعه اتمنى اول ربع ساعه نقف على رجلينا نفرض شخصيتنا نحاول نحرز هدف ما نستقبلش هدف. تثق في توقعاتي؟ اثق اثق. انت قلت السيتي وخلاص من بعد السيتي يعني خدت كل حاجه. سيتي دي سهله لكن مثلا يعني فكره ان انا اقول الناس كلها تقول لي سان داونز هيلعب نهائي وانا اقول لهم يا جماعه الوداد فرصه اكبر وانا بقول ان الوداد هيوصل نهائي برده ما كانش متوقع. لكن هقول لك توقعاتي بس مش على الهوا طبعا. انت قولها لنا في الفاصل واحنا نطلع نقولها على الهوا. ابو حميد الربع ساعه الاولى انطلاقه المباراه ازاي تستغل عامل ارض والجمهور وازاي تلخبط حسابات. على فكره برده يعني انا بشوف انه فرق الشمال الافريقي
صحيح فرق عندها شخصية البطل، فرق دايما بتنافس وبتوصل اتعودت انها تلعب قبل نهائي ونهائي دوري ابطال. كلام يشمل بقى الترجي، يشمل النجم الساحلي، يشمل الترجي، يشمل الوداد، مش بتكلم بس على الوداد. بلاحظ دايما ان الفرق دي لما بتحط فيها هدف مبكر بتوتروا حساباتها كلها بتتلخبط. الفرقه يعني امورها بتختلف. بلال مختلف، انا مختلف عشان الوداد. الوداد مع فاندنبروك، انت يمكن كان، انا هسيب الكلمه لاحمد، ولكن فاندنبروك في مباراه سان داونز خسران في الهدفين، يعني استقبل مرمى هدف واقف هادي جدا، وده بي 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 يعني بيدي انطباع للعيبة ان هي ما ترتبكش وما تنهارش وما تفتحش الخطوط، قدرت رد فعل الوداد. عشان كده احنا اتكلمنا في الاول ان اكبر نقاط قوة الوداد هو رد فعله بعد استقباله الهدف، وده عبر عنه الوداد في مباراة سان داونز. احمد، انا شايف ان مفيش مجال لجس النبض في المباراه ديت تماما، بالذات ان مباراه الذهاب ديت اعتقد النادي الاهلي لازم يروح يعني يروح مباراه العوده بنتيجه اريحيه كبيره جدا. فشايف ان اول ربع ساعه النادي الاهلي لازم ينزل ضاغط على فريق الوداد المغربي. استاد الرعب، انا بشوف انه استاد الكره ده استاد الرعب، خاصه جمهور الاهلي زي ما انت قلت احمد، جمهور الاهلي غير عكس اي جمهور. جمهور الاهلي وجوده في الملعب، انا اتفرجت على مباراه الرجاء من قلب الملعب، اتفرجت على مباراه الترجي التونسي، اعتقد ايا كان مين في شمال افريقيا بيجي يلعب قدام النادي الاهلي في وسط جمهوره بيعمل له الف حساب. واعتقد وجود النادي الاهلي او ضغطه في بدايه اللقاء، اعتقد السيناريو الافضل بالنسبه لي او اللي انا متوقعه أيوة. النادي الاهلي هيحرز هدف في ربع ساعه. طيب سريعا جدا، البنش في الماتشات اللي من النوع دي من النوع ده ممكن يكون يصنع الفارق. في 11 ضد 11 هيبداوا اللقاء، لكن من الوارد انه دكه في مواجهه دكه هي اللي تكون ليها كلمه الحسم. مش انا عايز اعمل، انا عامل سيناريو، انا عامل سيناريو تخيلي كده للقاء. انا اعتقد ان الشوط الاول هيبقى زي شوط نفس الشوط الاول لمباراه، او سيناريو اللقاء هيبقى زي الرجاء بالظبط، كمان بتواجد حمدي فتحي اللي اتوقع انه يجلس على دكه البدلاء ويشارك في الشوط الثاني، وده اللي كان حصل في مباراه الرجاء لما نزل وسجل. المباراه اللي زي دي بتبقى متقفله، حسمناها او نجحنا اخيرا بعد معاناه في مباراه الرجاء اننا نصل للمرمى بطريقه او اسلوب بره الصندوق، لما مارسيل كولر خلى محمد عبد المنعم يتقدم في اخر دقيقتين من الوقت الضايع في الشوط الاول ويسجل. بالظبط. فالمباريات اللي زي دي محتاجه انك تفكر بره صندوق. فاندنبروك قال تصريح مهم جدا، قال المباراه دي هتحسم بالتفاصيل الصغيره. تمام، وانا بتفق معاه. الاوراق الرابحه على الدكه من وجهه نظرك في الفرقتين يا احمد، ومين ممكن يكون ليه دور لو الامور تعقدت او راحت للشوط الثاني زي ما قال بلال؟ اتفق معاك ان محمد شيف هيبقى ليه دور مهم جدا في المباراه ديت، وشفناه في مباراه كايزر تشيفز الحاجات اللي هي بطريقه لعب الوداد المغربي، ان هو يقدر يسرق فعلا المدافعين بسرعته، وبيتحرك فعلا خلف المدافعين، من افضل المهاجمين في مصر بيتحرك خلف المدافعين. محمد شيف هيبقى ليه دور مهم جدا لو شارك، ان شاء الله هيشارك في اللقاء. واعتقد وجود قفشه لو لا قدر الله النتيجه فضلت يعني في الشوط الاولاني زي ما هي التعادل، اعتقد ان قفشه هيبقى ليه دور مهم جدا مع محمد شريف. وطبعا ما ننساش اذا كان حمدي فتحي موجود او عمرو السوليه، ايا كان مين فيهم هيبدا، اعتقد حمدي فتحي مش هيبدا، هيكون ليه دور، هيبقى ليه دور مهم جدا. وعبد القادر، احمد عبد الله كنت لسه اقول، وعبد القادر طبعا هيبقى ورقه مهمه جدا في الشوط الثاني، حل غير تقليدي لانه عنده المهاره الفرديه، بيمتلك الحلول الفرديه، صح. يقدر يعمل لك ضغط كبير جدا على لعيبه الوداد، لان اي لاعب او اي مدافع بيشوف ان اللاعب عنده مهاره فرديه بيبدا يتراجع امامه علشان ما يتمش مراوغته، وده حل غير تقليدي ممكن يلجا ليه النادي الاهلي في الشوط الثاني. احمد عبد القادر، قوه البنش في قوه الدكه في الوداد بنفس قوه الدكه في الاهلي؟ لا يعني يمكن عندهم سيف بوهره ممكن يستخدمه يلجا ليه. عندهم كمان ايمن الحسوني لاعب مهم جدا، كان موجود كاساسي مع جاريدو، بقى اصبح من اللاعبين اللي على دكه البدلاء مع فاندنبروك دول. ومؤيد اللافي لاعب مهم جدا الدولي الليبي، بيغيب طبعا حميد احداد، هم دول الثلاثه اللي ممكن يلجا ليهم فاندنبروك من على دكه البدلاء. لا اتفق طبعا مع بلال، ان شايف ان سيف بوهره ده اعتقد ان هو مهاجم كويس جدا، لسه محرز هدف الاولاني في مكان سامبو، مكان سامبو، مكان سامبو، لعيب مميز جدا، احرز هدف انا يعني قعدت اتفرج عليه اكتر من مره من كتر ما الهدف ممتع جدا. فاعتقد ان هو مهاجم خطير، حتى درجه ان انا استغربت ان هو اللي ما بيلعبش اساسي، ان هو كورته اعلى من سامبو، لكن هو بيستخدم سامبو طبعا في الضغط العالي جدا، وان هو قوي البنيان، واعتقد كمان في الكرات العرضيه مميز جدا. ان شاء الله بعد ما اقول لكم التوقعات بعد الهواء ما يخلص ان شاء الله باذن الله. طب نطلع على الهواء؟ طيب توقعات احنا ممكن ناخد توقع. لا توقعات مش مكانها على الهواء. طب انا اقول توقعات لا مش ماتش، ده مش ماتش تعلن فيه توقعات ابدا، مش لشيء والله، مش انا واثق باذن الله يا رب من 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 توقعي، بس هقول ده يعني بعد، هقوله لكم وبعد ان شاء الله المباراه ما تنتهي نتكلم فيه ونحضر عدتنا بقى لمباراه العوده ان شاء الله في كذا. كل التوفيق لرجالتنا بكره. ثقه، ده احساس تحسه من كل الناس وكل جماهير النادي الاهلي، واثقه ومطمنه. اتمنى بس انه واحد رهاني على الروح زي ما قلت في ماتش بكره، واتمنى ان شاء الله ان احنا نقدر نترجم كل الفوارق اللي بتصب في مصلحتنا
ومع استغلال عامل الارض وعامل الجمهور عشان نروح لكازابلانكا بفوز مريح يريحنا ان شاء الله ويقربنا كتير جدا 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 من حسم اللقب. بشكر بلال محسن، بشكر احمد مصطفى، نورتونا وشرفتونا وامتعتونا وكل التوفيق ان شاء الله للاهلي. نحتفل غدا بفوز مطمئن ان شاء الله. هتكلموني برضو؟ ان شاء الله هنكلمك ان شاء الله باذن الله بعد الهوا نتكلم في موضوع التوقعات. بشكركم على المتابعه، بكره حلقه المباراه في السادسه، تحياتي ليكم.